بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقد جديد، أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام. اشتراك على القناة تشجيع لنا ولكم جزيل الشكر. أعزائي الكرام، غادي نعرض عليكم بعض الصور، فقط بعض الصور ديال واحد المزرعة ولا بقعة ولا دار صغيرة بمساحة ديالها 300 متر، فيها واحد السكن، فيها واحد السكن لي بيت ولي تيراس ديالو ومسائل ديالو. لكم أعزائي الكرام، اللي فيها هي جات الموقع ديالها جات حدا سوق الحد ديال بوقنادل، في كاين طريق السيار اللي كتربط بين طريق السيار طنجة الدار البيضاء والطريق الوطنية اللي كتربط صلا الرباط. سوق الحد داروا واحد الكورنة تما جديدة كتفوتها شوية بواحد الكيلومتر ولا كيلومتر ونص. هذيك البلاصة فيها بحال شي مزارع صغار، كاين اللي داير 300، كاين اللي داير 500، كاين اللي داير 1000. لي جميل فيهم هما محفظين الكتابة عند المواثيق، لأن محفظين طبعا على الشيء، لأن ماشي كل حاجة عند التيتر ديالها بوحدها باش نكونوا واضحين. غير هي مسألة قانونية، لأن ديك الناس اللي تما كلهم بانيين، كلهم شارين على الشيء وكلهم بناو ودايرين الضو ديالهم ديالهم آبر طبعا البير تما تبارك الله كاين ما عنده مسياجة بالكامل. فيها واحد البيت وكوزينة، فيها واحد تيراس كبير تما كما غتلاحظوا الصور إخواني الكرام. الانسان اللي غادي يكمل راه غادي يعرف كيفاش غادي يكمل الامور ديالها. اهلا وسهلا بكم اعزائي الكرام. الثمن غتلقاوه على الوصف ديال الفيديو، كما كنقول دائما قبل بالتفاوض مع صاحب العقار. واهلا وسهلا بكم.